الإمارات الأهلي السعودي والشباب في الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. لكي تشاهد المباراة معنا فضلنا التطبيق الزرقاء والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضعف للمباراة ملعب برنس فيصل بن فهد ستاديوم. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون في تمام الساعة 9 بتوقيت السعودية وقطر والإمارات، والساعة 8 بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بكل من توقيت الجزائر والمغرب وتونس. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة قناة اس اس سبورت اتش دي 6 الناقل الحصري للمباراة بتعليق مشاري القرني. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الخاصة الجرس على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضرب لكم موعد في موعد قادم.